فيديو الأسبوع اللي جاي هنتعلم فيه إزاي نحول الصورة من الشكل ده للشكل المجسم ده. لو أنت شغال في مجال الجرافيك ديزاين فالموضوع ده بقى منتشر جدا وممكن أي حد يتعلم الفوتوشوب بسهولة، بس عشان توصل وتبقى متميز في المجال ده لازم تطور من مستواك وتواكب التطور، وعشان كده انت لازم تتعلم اي حاجة من برامج 3D. ودلوقتي برامج 3D كتيرة وكل برنامج بيتميز بحاجة عن البرنامج التاني، بس في الاخر الكل بيقوم بنفس الوظائف، وفي من البرامج دي المجاني الاوبن سورس وفي منها المدفوع. المجاني زي برنامج البلندر وبرنامج السينما 4D، وده الاحسن من ناحية الانيميشن لو انت بتستخدم الموشن جرافيك، واخيرا المايا و3Ds ماكس. في الفيديو هنتعلم 4 حاجات ازاي تقدر تعمل موديلنج وتجهز فايل 2D عشان تصدره للماكس بحيث ان هو يخليه 3D. بعد كده هنتعلم ازاي بنعمل التظليل والقوام وازاي توزع الاضاءة وازاي تعمل ريندرنج للصورة، وحتى لو انت مش محترف في التصوير هتعرف ازاي تظبط الايزو فتحة العدسة والشطر سبيد بحيث ان انت تقدر تظبط الصورة اللي انت عامل لها ريندرنج بالماكس. برنامج الماكس من البرامج الكبيرة واللي فيها تخصصات كتير اللي هنشرحه خاص بالجرافيك فقط. لو انت مهتم بالفيديو ده اعمل فولو واستنى الفيديو قريب. سلام.